الازدهار الاقتصادي الذي تشهده منطقة الخليج ينعكس على قطاعها المصرفي، إذ نمت إجمالي أرباح البنوك الخليجية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 6.6 مليار دولار. وتصدرت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي قائمة المصارف الخليجية الأكثر نمواً في الأرباح، إذ نمت أرباحها بواقع 42.7% لتصل إلى 713 مليون دولار. واحتلت البنوك الكويتية المرتبة الثانية في القائمة، حيث نمت أرباحها بنسبة 12.8% لتصل إلى 610 ملايين دولار. تليها البنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي ارتفعت أرباحها بنسبة 11.3% لتصل إلى 1.5 مليار دولار. وفي المركز الرابع جاءت البنوك القطرية بنمو فاقت نسبته 10% إلى 1.2 مليار دولار. وتلتها البنوك السعودية التي نمت بدورها بنسبة 5.4% لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي المقابل جاءت البنوك البحرينية في أول قائمة أرباح البنوك الأكثر انخفاضاً في الربع الأول ببلوغ نسبة انخفاضها 38.8%، حيث بلغت قيمة أرباحها 246 مليون دولار. كما بلغت أرباح البنوك العمانية 141.6 مليون دولار بانخفاض وصلت نسبته إلى 9.5%. وبينت الإحصائية أن البنك التجاري هو الأكثر نمواً في الأرباح مقارنة ببقية البنوك الخليجية، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 604% خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، يليه مصرف الإمارات الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي. أما عن قائمة البنوك الأكثر تحقيقاً للأرباح، تصدر بنك قطر الوطني هذه القائمة بتحقيقه أرباح وصلت إلى 667 مليون دولار، يليه مصرف الراجحي وبنك أبوظبي الوطني، ثم بنك الخليج الأول، وأخيراً بنك صنبا السعودي.